بس اذا تقدر تسجل انك سجلت تشرح حبيبي، خاطرك في درعت. اي الكهرباء اوكي والكلام، اوكي يعني اوكي اوكي عشتي. شلونكم احوالكم؟ اليوم المحاضرة مالتنا على الانسترومنت مالتنا اللي نستخدمها. عادة طبيب الاسنان المفروض يعرف الانسترومنت اللي يستخدمه داخل العيادة، لانه هاي الانسترومنت هي اللي راح توصل للنتائج اللي يريدها، ولازم اصلا عنده فرايتي بالانسترومنت، بالشيب، بالسايزز. يعني انت اليوم من تفوت للعيادة مفروض مو عندك بير واحد، لازم عندك مالتيبل بيرز، ديفرنت شيبس، اوكي، الى اخره من الانسترومنت. عادة بالاوبراتيف دنتستري، الانسترومنت ان اوبراتيف دنتستري كان بي كلاسيفايد انتو تو تايبس، يا اما انسترومنت تستخدم بالهاند، هاند انسترومنت، يا اما نخليها بالهاند بيس او التوربين، صح، روتري انسترومنت. تمام، هاند انسترومنت مثلا اللي تستخدمه الكوندنسر، الكارفر، البيرنشار، اوكي، السباتشولا، اي شغلات تستخدمها بايدك هي تعتبر هاند انسترومنت. روتري انسترومنت مثلا الدنتال بيرز، مثلا تخلي البيرات اللي تخليها انت بالهاند بيس وتبدي تسويها كات مثلا للتو ستراكشرز، هاي تعتبر روتري انسترومنت، تشكل على انجن، اوكي، وتبدي تفتر عن طريق الهواء او عن طريق الالكتريستي الى اخره، هاي صحيح روتري انسترومنت. محاضرتنا اليوم راح نركز على الهاند انسترومنت. بصراحة انا ما حبيت ادخل لكم كل الهاند انسترومنت واخبصكم خبيصة، شرحت لكم فقط الهاند انسترومنت اللي انت تستخدمها بالعيادة او ممكن تشوفها. اكو هاند انسترومنت صراحة انا لحد ما شايفها، يعني تقريبا انقرضت. راح اشرح لكم هاند انسترومنت ممكن تكون متواجدة بالعيادة وممكن نستفاد منها. اول شيء الهاند انسترومنت نقسمها الى تو تايبس، يا اما كاتنج انسترومنت يا اما نان كاتنج انسترومنت. يعني مثلا كاتنج انسترومنت نقص بيها مثلا تشيزل، سبون اكسكافيترز، مارجينال جنجايفال تريمرز، هاي تقص تكون بيها بليد، اوكي، حاد. نان كاتنج انسترومنت مثلا كوندنسر، نان كاتنج ما يقص، الاند مالته ما بيها بليد الى اخره. اذن اول شيء سوينا كلاسيفيكيشن، الكلاسيفيكيشن الاول انه قسمنا الهاند انسترومنت الى العفو، قسمنا الانسترومنت بصورة عامة الى هاند اند روتري. اجينا الهاند بدينا نقسمه المن الى كاتنج ونون كاتنج هاند انسترومنت. نجي للانسترومنت ديزاين، كل الانسترومنت بيها ديزاينز، ماشي، بصورة عامة اذا كانت كاتنج انسترومنت ونون كاتنج انسترومنت، فهي تتكون من 3 اشياء، البليد يام او النب، نب يصيحوا له، البليد الجزء اللي يشتغل هي اللي يقطع الكاتنج انسترومنت، اذا نم كاتنج انسترومنت يصيح له نب. اذا اول جزء بالانسترومنت البليد، هذا الجزء اللي يشتغل، اوكي، مثلا هذا نسميه بالكاتنج انسترومنت بليد، نسميه نب اذا نان كاتنج انسترومنت، اوكي. ورا البليد شي يجي الشانك، الشانك هذا يربط لي الهاندل بيمن بالوركينج اند. شنو هي الوركينج اند؟ اللي يا اما بليد يا اما نب، تمام، يعني اول شي بليد، بعدين شانك، وبعدين هاندل. هاي الهاندل اما تكون وان اند او دبل اند هاندل، شايفين شنو وان اند شنو دبل اند؟ هسه اجي اشرحها. بقت جيف بلاك اجي سوى كلاسيفيكيشن للشانك نفسه، قال اذا الشانك ستريت او بانجل وحده نصح له مون انجل، اذا تو انجلز بيصح له بين انجل، او اذا ثري يصح له تريبل انجل. هسه شوفه بالصور، هاي اذا تشوفون ال هاند انسترومنت تتكون من بليد اي
اوكي، وهذا الشانك، هذا الشانك اوكي، وهاي الهاندل تمام. هذا شيء صح ولا دبل اندد؟ يعني هنا بي بليد وهنا بي بليد. مرات لا، فقط سمعوني شباب. نسمعك دكتور. اوكي اذا ماشي، اذا هذه صحوره دبل اندد يعني شنو؟ بشانك وبليد من جهه، وشانك وبليد من جهه ثانيه، وهاندل وحده تمام. بعض الانسترومنت انه تكون بها بليد وشانك وهاندل فقط. شلون الاشياء؟ اكو بروبات، بعض الطلاب عندهم بروبات صحوره دبل اندد، واكو بعض الطلاب عندهم وان اند وسنجل اند بروب، دنتال بروب. إذن شنو one end و double end؟ double end إنه بيها two blades وبيها two shanks one handle. sometimes بعض الانسترومنت بيها لا one blade one shank one handle، هاي صحيح single أو one ended instrument. إذن هذا إذا تشوفوا نصيح للبليد، وهذا نصيح للشانك، وهذه الهاندلز. البليد هي الوركينج اندز، اذا كانت بالكاتنج انسترومنتس نسميها نب، اذا كانت بالنن كاتنج انسترومنتس. الشانك اللي يربط لي البليد بالهاندلز، ويا اما يكون وان انجلز، يا اما نصيح له مون انجلز، يا اما تو انجلز. شوف هاي زاويه وهاي زاويه، نصيح له شنو؟ بن انجل، هاي زاويه هاي زاوية، شوف هذا زاوية واحدة، يا أما تريبل أنجلز أو كونترا أنجلز، ثلاث زوايا، هاي زاوية هاي زاوية هاي زاوية، نصيح له كونترا أنجلز تمام. بقت شنو؟ الهاند اللي هي تكون جراسب باي يور هاند، اللي تكمشها بإيدك حسب نوع الجراسبينج. بعض الكاتينج انسترومنتس، بعض الكاتينج انسترومنتس يكون بيها بيفل تمام، بيها شنو؟ بيفل. تشوفون سايلكات انسترومنتس، هذا البيفل تمام يستخدم على مود نسمي نسوي شنو؟ نسوي كات. نوعين اكو، يا اما سنجل بيفل، اكو باي بيفل. سنجل بيفل تمام شنو هذا؟ يكون بي حافتين، حافة الاولى يصبح لها برايمري كاتنج ايج، هاي هاي البرايمري كاتينج ايج، وهذين الحواف يصحون السكندري كاتينج ايج تمام. هذا شنو؟ الكاتينج انسترومنتس بيفل. يقول لك most of cutting instruments have on the end of the blade a single bevel that form a primary cutting edge. هاي البرايمري كاتينج ايج. two additional secondary cutting edge، هاي secondary cutting edge وهي secondary cutting edges extended from the primary to the for the وش اسمه from the primary for the length of the blade. شوفي من هذا البرايمري هنا، مرات هاي تكون جهتين صح لها باي بافلت، باي بافلت. هاي cutting instrument بافلت انا تكون تعرفوها. نجي cutting instrument applicator، بس احنا شنو راح نحكي؟ اقصد احنا مو قلنا التقسيم الاول الكبير انه يا اما قسمه روتري يا اما هاند، وراها تقسيم ثاني. الهاند قسمناه الى كاتينج ونون كاتينج انسترومنتس. اجينا حكينا على اليمن كل الهاند ايش قلنا؟ انه تقسم الى قسمين، الى العفو تتكون من ثلاث اشياء اللي هي البليد اذا بالكاتينج ونب بالنون كاتينج، والشانك مشترك والهاند هاندل مشترك. وراها اجينا حكينا نحكي عليها من الكاتنج انسترومنتس. كاتنج انسترومنتس قلنا شبيها مثلا بيها البيفل، ويستخدم فور كاتنج. البيفل عادة يا اما يكون سنجل بيفل يا اما باي بيفل. البيفل عادة يتكون من شغلتين، برايمري اتش وسكندري اتش. اوكي نجي الى بعض الكاتنج انسترومنتس يوزد. اول وحدة السبون اكسكافيتر،
هاي السبون اكسكافيتر كلش مهمة الأداة، نشيل بها الكاريز. احنا عادة الدنتال كاريز مو نشيلها بالروتر انسترومس، نستخدم راوند بير ونستخدم بعض الأحيان نستخدم شنو السبون اكسكافيتر يوزد المن تستخدم فور ريموفال اوف ذا كاريز. هاي اما تجي باي بين انجلت، يعني شنو بين انجلت؟ يعني بيها تو انجلز، يا اما تربل انجلز تو فاسيليتيت ذا اكسسبيليتي على مود تقدر تشتغل. يعني هاي مثلا البين انجلز تستخدم فور لور ارش، التريبل انجلز مثلا تستخدم فور ابر ارش. ليش؟ على مود هاي لانه بيها زوايا تقدر تصير لك اكسسبيليتي الها. الجنجايفال مارجنال تريمر هاي وين تشتغل؟ تشتغل بالجنجايفال مارجنز. جنجايفال مارجنز يعني احنا عندنا عادة مثلا مو الكافيتي، الكافيتي مثلا انت سويت كلاس 5، احنا وين قلنا الكلاس 5 شباب؟ بالجنجايفال ثيرد، بالجنجايفال ثيرد اوف ابر اند لور تيث اوف اند، يعني انتيرير او سواء كان انتيرير او بوستيرير بليتالي او بكالي. من راح نحفرها هاي الكلاس 5 مثلا اكو جنجايفال مارجنز مثلا اللي هي المارجنز القريبة من الجنجيفل، هاي لازم نسوي لها بفل تمام. فنستخدم جنجايفال مارجنال تريمر، هاي جنجايفال مارجنال تريمر يستخدم ديزاين تو بروتكت بفل ات ذا جنجايفال مارجنز. الأداة الثانية هاي تشيزل، شايفين بالجراحة تشيزلز، تشيزلز بتستخدموها بالجراحة. هاي دكتور يعني الفيتر؟ لا هاي هاي شباب صحيح تشيزلز بس تستخدم بالاوبراتيف دنتستري، احنا بدنا نحكي هسه اوبراتيف دنتستري نوت اسير يعني اسيرجري. بس هو كلمة تشيزلز معناها شنو؟ ريموف او مثلا كاتينج تمام. شايفين انتم مثلا التشيزل من تخليها بتتذكرون بالبون بيها شو اسمه بيها مثل بليد تبدي تحفر بالعظم او مثلا تسوي اكسبانشنز للبون بالسيرجري. هاي تشيزل بالاوبراتيف دنتستري طبعا هي نوعين، يا اما بن انجلز. شنو معناها بن انجلز شباب؟ تو انا الزاويه عفيه عن زاويتين، يا اما تكون ستريت عدله اوكي. التو تشيزلز تستخدم فور كاتنج اوف انامولز تمام، cutting of instruments تمام، العفو cutting of enamels. اذا الشيزلز اي شيزلز، انت مو تسمع شيزلز معناها cutting. اذا شيزلز يستخدم بالاوبراتيف دنتسري شو يسوي؟ cut for what؟ cut for enamels enamel. هذا الشيزلز. بعد عندنا قبل ما ندخل بهذا الموضوع مال الكامشه، اذا اللي ردتكم تعرفوهن هو شيزلز اللي انت ممكن تستخدمها بالاوبراتيف دنتستري، والجنجايفال مارجنال تريمر حلو طبعا اداة كلش حلوه ولطيفه اتمنى نشوفوها طبعا. وايضا السبون اكسكافيتر كلش مهمه، السبون اكسكافيتر على مود تسوي اكسكافيشنز، اكسكافيشنز معناها ريموفال، ريموفال اوف دنتال كاريز. هذين اهم ثلاث ادوات ممكن هاند ديوز تستخدمها، كاتنج يعني كاتنج انسترومنت هاند ديوز ان اوبراتيف دنتستري. نجي هسه لان الادوات اللي هي هاند شلون تكمشها، شنو انواع الكمشات اللي موجوده؟ الجراسبينج تكنيكس، اكو فور جراسبينج تكنيكس بالهاند انسترومنتس، يصيحوا لها الموديفايد بيني جراسب. بيني جراسب يعني عاده البين جراسب اللي هو بين يعني قلم اوكي، بين قلم يعني انفيرتد بيني جراسب وموديفايد بيني جراسب، بالم اند ثمب جراسب، بالم اند ثمب جراسب. يعني شنو؟ هاي الراحه مال الايد يصبح لها بالم اوكي، وموديفايد بالم اند ثمب جراسب. ثلاث انواع اربع انواع عندنا بالحقيقه، عندنا نوعين، يا اما بيني جراسب اوكي مثل قلم، بين بين يعني قلم اوكي، بين 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 بنسل تمام اوكي اوكي دكتور. اي يا اما بيني جراسب مثل القلم، يا اما بالم اند ثامب. بالم اند ثامب انه نكبشها براحه اليد. بقى البيني جراسب يا اما موديفايد او انفيرتد. البالم اند ثامب
ممكن بي موديفايد. تمام، نجي لأول واحد. أول واحد اللي نشوفه هنا أنا. هذا شو اسمه؟ اسمه موديفايد. بالزمن مو موجودة الصورة الموجودة هنا. نعم، بالزمن الصورة كمواحد مع البينغراس مو موجودة بالملزمة اللي مرسل بال بالكلاس روم. ماشي، سنشوفه على العموم الفيديو موجود وسأشوف إذا أكو إشكال. لا موجودة دكتور، موجود. أوكي أوكي، هسه نشوف إذا أكو إشكال. المهم نرجع شباب لمحاضرتنا. رقم واحد تشوفون هاي شو يصحولها؟ Modified Pentagrasp. شوف أنت شلون تلزم القلم بهالطريقة بذين الإصبعين، بس شنو سويت سبورت بهذا الإصبع؟ هذا يصحولها Modified Pentagrasp، اللي هاي نستخدم بها مثلا الكوندنسرز، الميررز إلى آخره من الأشياء. الانفيرتد بينغراسب، شوفوا انقلبت الآية. تمام، شوفوا هذا موديفايد، هذا مو موديفايد. مثلا الانفيرتد لا، صار سبورت بهذا الأصبع وقبل تلزم من هنا، هذا مقلوب. هذا مثلا نستخدم مثلا تشتغل مثلا امالجام ريستوريشنز فور ابر فيرست مولرز وتسوي كوندنسيشنز بالكوندنسر. شو استخدم شنو نوع الجراسبنج هنا؟ انفيرتد بينغراسب. يعني من اجي اقول لك مثلا شنو نوع الحركه او شنو نوع الجراسبنج اللي تستخدمه مثلا اثناء ما تحفر الكافيتي فور ابر ارش. شو تستخدم؟ تستخدم البينغراسب اللي هي الموديفايد بينغراسب. راح اقول لك مثلا اذا تسوي كوندنسيشن فور امالجام ريستوريشن ابر ارش شنو تستخدم؟ تستخدم الانفيرتد بينغراسب. نجي البالم اند ثمب جراسب. بالم اند ثمب الاشياء اللي شنو نكمشها براحه الايد، مثلا السكينه. انت من السكينه عاده تلزمها شلون؟ براحه اليد. انت استخدمت هواي شغلات تستخدمها براحه اليد، مثلا السباتشولا استخدموها بالبروستيك، والنايف والواكس نايف. الواكس نايف شايفين شلون استخدمتوها؟ استخدمتوها بيدكم بالواكس نايف اللي استخدمتوها مثلا يعني انت من تسوي ارينجمنت ماك وتسوي كارفينج وهاي مثلا السوالف مال بروستيك تستخدم يا جراسب بالم اند ثمب. اوكي، بالم اند ثمب براحه اليد. نفس البالم اند ثمب هي بها موديفايد. نشوف هاي الموديفايد، هاي الموديفايد موجوده هنا أنا. الهاندل اوف ذا انسترومنت از هيلد باي ذا فينجرز اوف هوز باد بريس ذا هاندلز. اوكي، البالم اند ثمب. اذا بصوره عامه يا اما بينغراسب مثل القلم يا اما بالم اند ثمب. البينغراسب هذا بنوعين، يا اما موديفايد يا اما انفيرتد. الانفيرتد معناها مقلوب. البالم اند ثمب ممكن يكون موديفايد في بعض الاحيان. تمام، هذا اللي جراسبينج تكنيك لازم نعرفه. اهم شيء تعرف شلون تكمش الاداه اثناء الشغل. نجي للمرحله الاخرى، الاوبريتنج بوزيشنز. انت البوزيشن مالتك اثناء ما تشتغل، انت شلون تخلي الدنتال تشيرز مالتك؟ الدنتال تشيرز مثلا يكون على اليمنى مال المراجع، على اليسرى مال المراجع، خلف المراجع الى اخره. according to the setting of your patients according to the your hands. ايضا اليسرى يختلف عن اليمنى. تمام، يعني انا راح اجي على اليمنى باليسرى كله ينقلب. هسه الاوبريتنج سيستمز او بوزيشنز according to the clock، حسب الساعة. يا اما تقعد انت مثلا 12 o'clock 12، يعني شنو؟ دايركت رير ورا البيشنس راسا. يا اما تقعد 11 مو يا اما تقعد 12 ورا البيشنس، يا اما 11 o'clock. هاي ال 11 o'clock رايت رير، يعني مو دايركت مو ورا البيشنس كلش، رايت رير تقعد ورا البيشنت بس على الرايت سايد مالته. اكثر الكيسز اغلب الكيسز الناس تستخدم هي هاي القاعده رايت رير، لكن في بعض الاحيان نستخدم الدايركت رير مثلا ال 12 9 اوكلوك مثلا 9 اوكلوك. اوكي، او ممكن 7 الى اخره فرونت الى طبعا ذني القعدات.
الاوبريتنج بوزيشن، الاوبريتنج من هو الاوبريتنج؟ هو الدنتست انت. اوبريتنج بوزيشن معناها الدنتست بوزيشن according to the case to the patients. يعني انت جيت تدخل، جيت تدخل patient upper lower anterior teeth posterior teeth حسب هاي، حسب ال حسب ال case according to the case you set your positions. تمام. هسه راح نشوف شنو الكيسات اللي البوزيشن اللي تريد. مثلا برايت فرونت، رايت فرونت يعني انت تقعد على رايت البيشنتس، فرونت امامه، مثلا تستخدم مانديبولر انتيرير تيث. وين تقعد؟ مثلا مثلا عندك كلاس 5، عندك كلاس 5 باللور سنترال انسايزرز. وين تقعد؟ رايت فرونت على اليمين البيشنت بس قدامه. تستخدم هاي شنو 7 اكلوك. نو نرجع هاي 7 اكلوك ماشي، تقعد رايت فرونت قدام البيشنتس وتشتغل له. بعد هنشوف ماكسيلري انتيريرز ايضا، مثلا عنده كلاس 5 ايضا بالماكسيلري سنترال انسايزرز، تقعد رايت فرونت. مانديبولر بوستيرير، مانديبولر بوستيرير لكن فقط اكلوزال، مثلا عندك كلاس 1 ان لور سكند بريمولرز، فقط كلاس 1 فقط على الاكلوزال سيرفيس. شو وين تقعد؟ تقعد رايت فرونت، تقعد قدامه وتقدر تشتغل الرايت ماشي، مو رايت فرونت فقط الرايت. الرايت جت يعني 9 9 اكلوكس. شو وقت اذا تستخدم بكال سيرفيس اوف ذا ماكسيلري اند مانديبولر تيث بوستيرير، يعني مثلا البيشنتس عنده كلاس 5 باللور مولرز، باللور مولرز سواء كان ماكسيلري مولرز او مانديبولر مولرز كلاس 5 وين بالبكال سيرفيس، شو نستخدم له؟ رايت اكلوكس اللي هو شنو 9 اكلوكس 9 اكلوزال اوف ذا رايت مانديبولر بوستيرير. انت بما انه قاعد على الرايت مانديبولر بوستيريرز ممكن على الرايت سايد مال البيشنت تستخدم، تقدر تشتغل بالاكلوزر مال مانديبولر تيث. بعد رايت رير، هاي الرايت رير اول اوف ماكسيلري تيث، كل الماكسيلري تيث تستخدم بيها الرايت رير. يعني طبعا اكثر وحده يشتغل ان دايركتلي باي ذا ميرور، تستخدم الميرور تقلب الميرور وتباوع وتشتغل. يا اما الليبيال سيرفيس اوف ذا ماكسيلري انتيرير تيث and the lingual surface of the mandibular anterior teeth especially right side. تمام. اذا right rear يا اما indirect يا اما direct. ال indirect by the use of the mirror. ال direct when اذا انت باللابيال surface of maxillary anterior teeth، وايضا راح تقدر تشوف ال lingual surface of mandibular anterior teeth. تمام. اذا هسه يا اما البوزيشن مالتك ترجع يا اما فرونت اللي هو 7 اكلوك، رايت فرونت هذا الرايت فرونت هاي شو وين نستخدمه؟ مثلا لور انتيرير تيث بالليبيال سيرفيس اوف لور انتيرير تيث. انت من تقعد قدامه شو تشوف؟ من يفتح لك حلق البيجن تشوف مثلا اللور انتيرير تيث والابر انتيرير تيث مثلا، تقدر تشوفهم تقدر تشتغلهم برايت فرونت. من تقعد رايت فقط، تقعد رايت ايش تقدر تشوف؟ تقدر تشوف الاكلوزال سيرفيس مال بوستيرير تيث، وتقدر تشوف ايضا البكال سيرفيس مال من مال بوستيرير تيث سواء كان ماكسيلا او ماندبل. من تقعد رايت رير ورا تقدر شنو تستخدم؟ تستخدم كل الماكسيلري تيث لكن اندايركت. وايضا ايش راح نشوف؟ راح نشوف اللينجوال سايز مال لور تيث واللور تيث، وايضا تقدر تشوف الليبيال سيرفيس اوف ذا ماكسيلري تيث. ماكسيلري تيث راح تشوف الليبيال سيرفيس. اكو ايضا دايركت رير، تقعد ورا راسا. دايركت رير مثلا خلي البيش تو باين بوزيشن تنيمه وانت تقعد ورا دايركت رير، ايش راح تقدر تشوف؟ ممكن تشوف الماكسيلري تيث واللور تيث، اللور تيث ايضا الليبيال سيرفيس مالتين تقدر تشوفه تشتغل.
ايضا اذا تريد تشتغل ليفت سايد مثلا، احنا مو انت مثلا بالرايت، بالرايت بوزيشن تشتغل، ايضا تشوف بالليفت سايد، خلي دايركتورير مثلا وتسوي تلتنج للهيد مال البيش، تقول له دور وجهك شويه على اليمنى، ايش راح تقدر تشوف مثلا الباكل سيرفيس مال من مال ليفت تيث، ماشي ليفت تيث الى اخره. هاي البوزيشن، اوبريتنج بوزيشن، لازم تضبط البوزيشن مالتك اكوردنج تو ذا كيس. يعني اجاك كيس مثلا، فانا ايش راح اجيب لك امتحان بيش عندك كلاس 4 of the upper central incisors، صح؟ class 4 of the upper central incisor. انت شنو البوزيشن اللي ممكن تشتغل بيه؟ احنا ايش قلنا؟ بما انه class 4، شنو؟ بما انه class 4 لازم ايش نستخدم له؟ ال class 4 احنا شنو نعرف انه بالبروكسيمال سيرفيس انفولف ذا انسايزر ايدج. ايش نستخدم له؟ يا ما نستخدم له، لازم الرايت رير. ليش رايت رير؟ لانه كل الماكسيلري تيث، ماكسيلري تيث نقدر نشوفها بالرايت رير، يا اما دايركتلي عن طريق استخدام الميرر، او اذا كان اصلا الابروتش مالتي ليبيالي بالكلاس 4 راح اقدر اشوفها ايضا دايركتلي بمن بالرايت رير. هيك لازم تفهم البوزيشن، تعرف شنو القضيه، يعني تحلل الموضوع اكثر ما تحفظه. نجي general position considerations. بعض القاعدة مالتك، القاعدة مالتك إلها لازم rules أو بعض considerations، الاعتبارات هاي أريدك تفهمها على مود من تروح العيادة تكون هم ما تبالك. مثلا minor rotations for the patient's head to accommodate the demands of the accessibility and vision acceptables. يعني مثل الهيد مال فانتومز، إذا نشوفه نفس الهيد مال بيشنتس، يعني انت هذا الهيد مال بيش ممكن تقول له شويه دور لي يسرى، دور لي يمنى، صعد لي فوق الى اخره، على مود توفر لك اكسسبيليتي اكثر. يعني الهيد مال بيش مو لازم ثابت، ممكن نديره يمنى ويسرى، يعني نستفاد من روتيشنز اوف ذا هيد اوف ذا بيشنتس. بعد when working on mandibular arch the occlusal surface of the mandibular teeth oriented approximately 45 degree to the floor. ماشي، يعني عادة انت من تشتغل بالمانديبولر تيث شنو لازم الاكلوزال بلين 45 ديجري with the floor عادي، اي هو هذا الطبيعي. هسه انا افهمكم اياه اكثر بمن بالفانتوم نشرح حمات عليه. when working on maxillary arch شرح نتوقع الاكلوزال surface of maxillary teeth perpendicular to the floor، perpendicular to the floor، إذن lower arch 45 degree. بالماكزيلا شنو نشتغل؟ 90 degree perpendicular to the floor، perpendicular to the floor. left handed الطلاب اللي عندنا هم left handed usually، العفو left handed يعني هو right، left handed مالته اللي تكون free، شنو نستخدمه دائما؟ holding of mirror or retraction of the soft tissues tank. يعني نستخدمها يا اما reflections او نستخدمها على مود نكمش الميررز، على مود توفر مور فيجنز للفيلد مالتي. تتجنب الكلوز فيس بروكسيميتي تو ذا بيشنتس، ما تتقرب من البروكسيميتي تو ذا بيشنت كلش، مو تخلي راسك براسه حلقك بحلقه، ما يصير. انفكشنز كنترول، على مود الانفكشنز كنترولز، على مود مثلا ايضا يطفر عليك السلايفة، يطفر عليك الووترز الى اخره، مو صح. لازم دائما اكو سبيس بينك وين البيشنس. اذا انت عندك لونج اوبريشنز، لونج اوبريشنز مثلا انت تسوي بريباريشنز تحضر فت 10 اسنان، تسوي بريدج او كراونز لعشر اسنان، هاي تعتبر لونج اوبريشنز. باللونج اوبريشنز تبدي تسوي تشينج لور بوزيشنز على مود تقلل المصل سترين اند فتيك. يعني انت مثلا قاعد هيك قاعده واحده 3 ساعات ما يصير، راح يصير عندك ستريس على المصلز، وبالتالي راح يصير عندك ممكن سبازمز. لازم انت دائما شنو شويه تحرك نفسك بين فتره واخرى على مود ما يصير هذا السبازمز.
هذني كونسيدريشنز لازم تعرفوها، واهم اهم كونسيدريشنز انه واي انا اختاريت الاشياء العمليه. نجي للكاتنج انسترومنتس، لكن شنو روتري. اذا هسه اول شيء اعيد، اخذنا بصوره عامه كل الانسترومنتس قسمها الى هاند انسترومنت وشنو روتري انسترومنت، صح؟ الهاند انسترومنت قسمناها نوعين الى كاتنج انسترومنت ونون كاتنج انسترومنت، وايضا كل هاند انسترومنت بها بليد وبها شانك وبها هاندلز. اذا نون كاتنج بها نب وشانك وهاندل، وهاي الانسترومنت يا اما دبل اندد يا اما وان اند. اوكي، وراها اجينا للكاتنج انسترومنت، حكينا عن من عن سبون اكسكافيتر، حكينا عن مارجنال جنجايفل تريمر، حكينا عن التشيزلز. جينا بعدها حكينا عن شنو، على الاوبريتنج بوزيشنز. قلنا الاوبريتنج بوزيشنز يا اما تقعد فرونت امام، يا اما تقعد رير خلف، يا اما رايت رير. اوكي، خلف دايركت رير خلف، يا اما رايت رير على اليمين مال بيست. الفرونت قلنا الاسنان اللي ممكن نشتغل بيها، والرايت رير والدايركت رير الى اخره، هاي البوزيشن مالتك. بعض الكونسيدريشنز ايضا حكينا عنها، هاي الكونسيدريشن قلنا انه ما تقترب من البيشنت كلش هواي، لازم اذا تقدر تشتغل ابر ارش لازم 90 ديجري ويا من والفلور، اذا اللور 45 ديجري، اذا لونج اوبريتنج لازم تحرك نفسك بفتره اخرى على ما يحصل عندك ماسل سبازمز. نجي للكاتنج انسترومنتس روتري، لكن روتري وليس هاندد، روتري وليس هاندد. اهم كاتنج طبعا تتذكرون الهاندد، الهاندد شبيهه بليد شانك هاندل. هنا لا، الكاتنج انسترومنتس روتري، معطول روتري اذا نخليها بيمن باند بيس، منين منين تكون من شانك هذا ونيك وهيد. اذن الوركينج ديستان، الوركينج اند، اذا اسالك اقول لك الوركينج اند بالهاند انسترومنت شنو، راح تقول لي دكتور اذا كاتنج انسترومنت فيسموها بليد، اذا نان كاتنج نب، صح؟ راح اقول لك لا، الوركينج اند بالروتري انسترومنت شنو، الهيد، صح ولا الهيد؟ اوكي، لازم تفرق بين هاي السوالف. اذا الشانك مشترك، لكن اكو فرق، الشانك هنا هو اللي يدخل بيمن بالهاند بيس او بالتورباين، هناك لا، الشانك اللي يربط الهاندل بيمن بالبليد، صح؟ النيك هنا النيك هو اللي يربط الهيد بالشانك، تمام؟ هذا اني انش هذا الروتري، كل الروتري انسترومنت تتكون من هيد نيك اند شانك. اهم روتري انسترومنت انا اخترت صراحه الدنتال بيرس، البيرز نعرف الدنتال بيرز هو كاتنج انسترومنتس بليدد كاتنج هيد بيها، هاي ال شنو البيرز اللي نستخدمها بكل اعمالنا، هذا الدنتال بيرز. الموست كومن شيب، موست كومن شيب اللي نستخدمها بالاوبراتيف دنتستري راوند بيرز. اوكي، البير منين يتكون من هذا الجزء اللي هو شو اسمه هذا شانك، مو صح؟ وهذا شو يسموه الهيد، والهيد يربط الشانك بيمن بالنيك. اوكي، يعني هذا شانك، هذا نيك، هذا هيد. according to the head نقسم حسب الهيد، شكل الهيد شنو راح تطلع عندنا تسميات مع البير، هذا راوند، هذا inverted cone، هذا pear shaped bear، هذا fisher bear لكن شنو straight، هذا هم fisher bear لكن شنو tapered، تشوفون tapered، تمام. خل نشوف ذني موست راح نستخدمه. ال inverted cone انا ما جبت لكم الحكي عنه، بس وين نستخدمه ال inverted cone؟ نستخدمه على مود نسوي ال undercut in tooth preparation،
وأيضا بعض الأحيان نستخدم على منسوفلات بالبال فلور بعض الأحيان، لكن المين يوز هو نسوي بي أندر كات. ورا الانفيرتد كون شنو البير شيبد، بير شيبد هذا نستخدمه بالبريبريشنز فور امالجام ريستوريشنز، يعني هم مات من نسوي بريبريشن الانسترومنت العفو الانسترومنت اللي نستخدمه الروتر انسترومنت بير شيب بير. اوكي هذا اني يفضل انه مثلا يكون متوفرات عندك. الفيشر بس ستريت نستخدمها ايضا الامالجام توث بريبريشنز، ايضا نستخدمها للبريبريشنز. تيبرد فيشر، التيبرد فيشر نستخدمها للاندايركت ريستوريشنز اللي هي شنو الكراونز اللي اونلي الى اخره. هذني شوف according to the head، حسب الهيد اكو تقسيمات طبعا according to the heads according to the length of the shank الاخر. انا عندي هم تقسيم انه حسب شنو حسب الهيد. لو نشوف مثل شكل الهيد هذا شو نسميه راوند، هذا فوتبول بير، بارل بير، فلات اند سلندر. اوكي هذا شو صحيح الفيشر بس شو الاند فلات، تمام فلات. هذا من نسوي بيه بريبريشنز الامالجام ريستوريشن. ايش راح يعطيني ايش راح يسوي لي؟ من يعرف شباب سمعوني؟ اي دكتور نسمعك، هذا سعيد السؤال بلازح. هذا فلات اند فيشر بير مثلا، هذا اللي اسوي بريبريشن شو يعطيني؟ انه الاوتلاين مال السن اللي سويناه البارحه اول شيء يعطيني هذا يعطيني فلات بالبال فلور. ليش؟ لان الاند مالت شلون تسوي كات فلات صح؟ فلات صح. اكو بيفولد، شوفوا هاي بيفولد، هذا البيفولد ممكن نستخدمه شو وقت؟ اول ما نفتح الاوتلاين، لانه هاي البيفل تسهل لي انه ارسم الاوتلاين صح. نفتح مثلا الاوتلاين ونكمل بالفلات اندد، هاي راح تفتح لي الاوتلاين، وهاي شو تسوي لي؟ هاي راح تسوي لي الفلات بالبل فلور. الانفيرتد كون شوفوا شكل البطل المقلوب، بالتالي ممكن شو يسوي لي؟ يسوي لي اندر كات. تذكرون الاندر كات؟ مو قلت لكم مثل بطل المي، هذا هو شكل الاندر كات اللي اريدها اني. يعني اذا نقلب الانفيرتد كور راح يسوي لي اندر كات فلات اند لكن تيبرد، هذا فلات اند لكن شنو ستريت، هذا فلات اند لكن تيبرد. ويل على شكل ويل، هذا اكو على شكل ويل. دونات على شكل دونات، تمام. بير شيب انتر بروكسيمال، شوف هذا يصبح له انتر بروكسيمال. شنو معناه انتر بروكسيمال؟ يعني نفتح بيه البروكسيمال سيرفيس. شوفوا شلون يكون بالكلاس 2، يعني شوفوا شلون يكون شنو يكون رفيع كلش، انا ما يسوي تروما للادجسنت تيث، يصبح له انتر بروكسيمال بير. هذا النيدل بير يشبه الانتر بروكسيمال بيرز ايضا ممكن نفتح بيه الانتر بروكسيمال اريا. فليم شيب على شكل شعله، هذا نستخدم مثلا for the preparations. هذا round and taper، هذا ايضا يستخدم for preparations، يعطينا مثلا finishing line. finishing line يكون chamfer finishing line. اوكي لكن هذا الفلات تيبر بنستخدمه للpreparation راح يعطينا shoulder finishing line الى اخره. تدني ما اخذ finishing line لكن راح اطرحها على مسامعكم على مباشر عقب من اشرح راح تعرفون القضية. هاي اشكال البيرات، هاي most of pairs used in our dentistry، لكن اللي البيرات المهمة هي هاي اللي اريدها يعني round والinverted cone البير شيب والستريت، هذين الاربعة بالoperative dentistry. ايضا مهم بعد البير شنو الانتربروكسيمال بالكلاس 2، شلون تفتح الانتربروكسيمال؟ اذا تستخدم بير كبير راح تشيل هواي من التو structures او سوي تروما الادجسنت توث، لازم تستخدم نيدل بير او انتر بروكسيمال بيرز. هذه المحاضرة مال اليوم.